أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. يا رب يا سيدي. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال اركبوا فيها
بسم الله مجراها ومرساها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. إن ربي لغفور بسم الله مجراها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم. انت ناوي تخلص علينا بقى النهارده؟ انت فولها انت كده حلوه سيدنا. الله اكبر. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه. ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. وهي تجري وَنَادَى
عبد الناصر. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال ذا عاصم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لازم تيجي زي ما انت عايز. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. للقوم الظالمين.
عليك يا ستة. ونادى نوح ربه يا رب ونادى نوح ربه يا رب يا رب الله اكبر. ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الله حاضر. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وغيض الماء وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجود. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود. الله
واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله من أتقبل منه إن شاء الله. ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. أحكام الحاكمين قال يشار إليه ثاني حين. حاضر سبحانه وتعالى. أحكام الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الله
فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله يا حجون حلو عليك احلى حاجه ان انت بتقول والعرب بدون تكلف. طيب القلب قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. الله اكبر. تركب لها بيت كويس. اقعد يا عم الحاج وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم. قيل يا نوح اهبط بسلام. قيل يا نوح اهبط بسلام. الله عليك الله عليك. قيل يا نوح اهبط بسلام. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. دكتور
نفسي. ما فيش تصرف ده فيه. القرآن بيسألك. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. الله صلى الله عليه وسلم. مفتوح عليك. مذاكر انت؟ مذاكر مذاكر يا سيدي. مفتوح عليك. ما كنت تعلمها قومك من قبل هذا فاصبر 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 إن العاقبة للمتقين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. صلى على رسول الله. فاصبر إن العاقبة للمتقين. عفوا عفوا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله وإلى عاد
أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. الله أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم ويا قوم استغفروا ربكم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم صار عليك.
يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إذا قوتكم ولا تتولوا مجرمين عليك يا سيدنا انت ممتع والله قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اغتراك بعض آلهتنا بسوء أشهد الله قال إني أشهد أشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم توكلت على الله إني توكلت على الله إني توكلت على الله ربي ربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها
صراط مستقيم. صدق الله العظيم. كل القلوب لدى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا سارت دماء العاشقين تسيل. ما أجمل وما أبدع أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وجمال التلاوة والإتقان. وما أصدق القائل إذ يقول: إن الجميل لك الربيع تحبه للحسن فيه، وتغش عند لقائه فان غاب عنك فتشتهيه. كتاب رب العالمين منزه ومكرم لا شك فيه. سمعنا من آيات الله البينات والتي تلاها علينا ذلكم العلم الإذاعي وفضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. نقلت عليكم الهندسة الصوتية محمد أبو علي بمدينة بترمس. قدرة الإنارة الحديثة والمنطقات المتنقلة على مستوى الجمهورية، إدارة محمد الجمال بالدركسة مركز منيوة مصر. قدرة مخزن الفراشة والخيام المكيفة، وعلم فراشة جمهورية مصر العربية الأولى، إدارة الحاج محمد المهدي مقيم بدكرنس ومت الخولي والصلاحات وطناح والمنصورة. خدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج إسماعيل الفيشاوي مقيم بكمباني النور مركز مدينة متغمر بمحافظة الدقهلية. نستمع الآن مع كلمة عزاء.